لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. اه انت بترجع حد اصلا في الحياه بقى من والله على قدي يعني على قدي ممكن الرقيه دي يعني اي حد يرقي التاني واحلى حاجه ان انت ترقي نفسك بنفسك لان ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام عارفها قبل المداح. اه اصل الرقيه دي عندك وعند كلنا عارفين هو دعاء انت بتفهميه ده موجود يعني التحصين ده موجود عند المسلم والمسيحي وعند كل الاديان بس الشخص انا بامن بكل حاجه قالها ربنا في الكتاب مش ده قران يا عم موبايل مين ده لا شيل من الجزء الاول للجزء الثاني اكتشفته غريب في عالم السحر مع اهل التصور يعني كان غريب بالنسبه لك قوي انا عشان ارد على السؤال اللي هو تامن بصي اي حاجه اتقالت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مؤمن بيها وده موجود بس هم في الاخر ربنا لخصها لك وقال لك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وصدق الله العظيم يعني هو في الاخر اللي هيحصل لك ده دي مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد دي القلعة من السحر يا جماعة عشان انتوا فاهمين الحسد ده اكبر من السحر بكتير يعني وناس ايه ولا بركز في الحتة دي خالص انت تعمل شكرا حد عايز يضرب جركن قهوة عايز تخلص عليا انت ده قهوة حمادة الان ممكن تعمل الجزء التالت على منصة من 10 حلقات يرجع للمؤلف لان هم دول برضو دول من اول دخلنا الدراما الزمنيه وحطها ايه سر ان دايما بنلاحظ ان مسلسلات حماده هلال بيحبوها الاجيال المختلفه امهاتنا بتحبها احنا بنحبها طب ما شاء الله يا ستي صل على النبي قول الله اكبر بس خلاص مش لسه بقول لك الحسد قال عم الساحه طيب خلاص قولي ما شاء الله دايما حابه ان هي تتابع يا رب يبارك لها ويديم اللي زيها وما يحرمنا منهم ده اهم حاجه بس انا عايز اعرف هل انت بتبقى قاصد ان انت تعمل ده ان انت بتبقى حاطط خلطه معينه في المسلسل ان هي توصل للجيل الصغير ده اكيد ما انت يعني انت ممكن انا كنت الاول اول مسلسلات عملتها وكل الناس لقيتها انت واخد خط الاجتماعي والاسري ومش عارف ايه حسيت ان الكلام بدا يزيد في الحته دي فقلت لا فاضل لك خلاص شويه كده وتبقى ايه بتعمل برنامج حياتي هو ما نكذبش فلازم تعمل حاجه عكس الاتجاه وده اللي كان ده اللي كان نفسي في المداح من الاول كل منتج ما كانش بيصدقني لغايه ما ربنا كرمنا وعملنا حاجه العكس طب انت لما تعمل عكس لازم تحط برضو ايه مفيش مسلسل حتى لو يعني تشوف الافلام العالميه وشوف والمسلسلات الجامده اللي موجوده المصريه والعالميه تلاقي برضو لازم الخطوط الاجتماعيه موجوده احنا ممكن نزودها شويه عشان ده الشعب المصري او الوطن العربي يحبوا يقول لك دايما يقول لك كلمه كان يقول لك انا رايح اسمع المسلسل مش رايح اتفرج على المسلسل رايح اسمع كلمه حلوه حوار كويس قطعه من الموسيقى كده مقطوعه حلوه غنوه رباعيه مش عارف ايه اثناء ده بقى دلوقتي عشان احنا عندنا جيل بيحب الافكار والبرص لازم تعملوا له الحاجات اللي فيها اللي بتلاقيها بالظبط